جرب في طاد طلع غلى من الماطوس ديال الاستوديو فرقعت صبعي ومرت يدي شنو يدي شنو البلاصه بس جايبين الحاولي وحنا جايبين العود بدينا البناء تاع الاستوديو اول طبقه درناها هي طبقه بالعود كيف ما كتشوفوا هذا العود هذا هو سبيسيال سميتو الاو اس بي سبيسيال اختارينا باش نخدموا به في الاستوديو لبزاف الاسباب ولهيها كيف ما كتشوفوا محطوطين لي باليت ديال لالين دوغوش غادي نديروا طبقه ديال العود وموراها طبقه ديال لالين دوغوش غادي يكون مدوبل باش ما يخرجش الصوت لبرا عاد غادي يكون من بعد هذاك الشيء غادي يتغطى بالثوب جينا الايكيا والماسكيتيه كتخلطوا ليا باش ناخذوا الديكور اللي غنصاوبوه في الاستوديو ديالنا وفي لوكال ديالنا الجديد وكيف ما كتعرفوا المهم ما خدينا والو بعض الوقت غير رجعنا بقينا كنشوفوا اسمينا خلعونا شويه قال كبير وبشحال ب 11000 درهم اصدقاء الاسباس الاخر اللي عندنا هنايا كاين فيه لالين دو فيغ ماشي لالين دو غوش هاد لالين دو فيغ الفرق ما بينه وما بين الاخر الاخر راه صوف صخري وهذا صوف دجاجي الدجاج مطحون دابا كنتعصب من الجو وانا كنهضر غيدخل ليا فمي المهم هاد لالين دو غوش الاصدقاء راه تفرس بزاف الناس اللي بغاو يستعملوا ضروري يديروا كمامه ويديروا ليغات كمامه هي المهمه اكثر صراحه حيت القريص مازال ليه الدواء ولكن الا مشات تدخل لك الحلقه دابا هو فاش كتقطعو كيبقى ينتصر في الجو وفاش كينتصر في الجو كيمشي شي تتهضر كيدخل لك الحلقه وغير كبيره دخلي شي شويه الحلقه جاب الله فاتني الحال دغيا ملي تدخل لك بزاف راه مشكل حقيقيه الو الوقايه خير من العلاج المهلة ديالي اليوم هي طابيسي كيف ما كتشوفوا كنديروا هاد التوب هذا اللي كنغطاو به لالين دوروش باش غادي يجي بحال داك الستيل اللي كيكون في السينما تقريبا المهم باقا بزاف ديال الفينيسيون ايوا ما كاين غير الكرافوز بحثت بها اليوم الكرافوز يا سلام كيف ما كتشوفوا الاصدقاء المواد اللي استعملنا في الاستوديو كامل باش انه يطلع لينا بتكلفه اللي هي صغيره عندك اول حاجه هي لالين دوروش هو البطل ديالنا لانه هو الماده اللي كنديروا بها العزل صوص تخريب العربيه وعندنا التوب وعندنا الخشب هادو هما المواد اللي استعملت في هادشي كامل التوب تقريبا تقام علينا شحال شريناه 400 درهم وقيلا ياك 400 تقريبا 400 درهم ديال التوب مع لالين دورو شحال شرينا 4 باليطات 3 لا زدنا الرابع 4 هي 370 درهم في 4 المرات حسبوها نتوما العود نسيت شحال تقام عليه وقيلا شي 1400 درهم 1000 وشي حاجه المهم هادشي كامل غير باش نسدو هاد البلاصه هادي ولكن انا عيقت شويه راه درت داكشي مدوبل باش انه يمنع عليا الصوت وما ديرونجيش الناس اللي معايا في الاخر غنديرونجي كنخلي الباب محلول المهم هادشي اللي كاين عاد تزيد عليها الصباغه وباقي لنا واحد الطابي غادي نديروه في الارض ومن بعد غادي نجيبو الماتريال ديالنا ديريكت باش نبداو جرب راه خاص خرجت على السيطره ولاش كتلف داكشي بالمقلوب كيف ما كتشوفوا الاصدقاء غير الباب بوحدو اللي باقي ما درناش فيه جوج ديال الطبقات دابا انا في الطبقه الثانيه وعافاكم اللي غيستخدم هذه الماده ما يديرش بحالي انني مريض كي خاصك ضروري دير نضاضر ودير كمامه ودير لي جوج ليكات المهم انا حيت بقى لي الباب ومريسكي وما ننصحكمش ديروا بحال هكا كيف ما كتشوفوا هذه الماده راه كتضغط ديما كنختار الحجم ديال الباليت ديال الكميه ديال لاين دوروش كيكون كبر شويه من الحجم ديال هذا باش كنجي من بعد وكنضغطوا بحال هكا شفتوا كنصح واخا الباب واقف دابا ما فيه اللي حل الباب وديروه هو ناعس باش هذا الباب اصلا كومبليكي باش يركب الو صافي كي جاك الضغط كيشد راسو براسو ها هو المورسو دابا دخل غنجي المورسو الثاني حتى هو مرسو تاني عن تاني وندخل لما في طاد طلع غلى من الماطوس ديال الاستوديو فرقعت صبعي ومرت يدي شنو يدي شنو هاد البلاصه ما بين صبعي فرقعت وبغيت فرقع يدي فرحي دانيا راه مول اليوتيوب سينا لينا هنا الله يرحم الوالدين Por favor.
الاصدقاء راه عرفتي شحال ديال لي بانو اكوستيك الروينه هاي الروينه كاينه هنا يلا غنشدو هادشي وغادي ندوز الاستوديو كيف هاد الشكار هادي مع شنو غي صحابني هز فيها ولا شنو غير فيها ايوا كيبو هادي هي المعاناه دابا كيفاش هادشي هذا غنبرمجيو فيه هادشي Happy birthday, studio!